بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا الحديث فيه أن نفراً، أي جماعة قليلين، عندهم رغبة في الخير، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون الزيادة من العبادة تقرباً إلى الله جل وعلا، لكنهم لم يقدموا على ذلك حتى يسألوا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضلهم وحرصهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم، لا يقدم على عمل حتى يعرف هل هو موافق للسنة أو لا، فإن كان موافقا مضى فيه، وإن كان مخالفا تركه. هذا هو الواجب على كل مسلم. ولما كان عمله في البيت عملا سريا لا يطلع عليه إلا أزواجه، سألوهن عن ذلك، فأخبرنهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر، وأن هديه الاعتدال. أخبرناهم بذلك كأنهم تقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم يريدون أكثر، لكنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكأنهم ظنوا أنه ليس بحاجة إلى كثرة العمل، وأنهم ليسوا مثله، أنهم ليسوا مثله، لم يغفر لهم، لم تضمن لهم المغفرة. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر: أنا لا أنام على فراش، يعني يصلي كل الليل. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه
هذا فيه أن المعلم والخطيب أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه في بيان مسائل العلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النساء. ومن رغب عن سنتي فليس مني. فبين لهم صلى الله عليه وسلم سنته، وأنها الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، فهي وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة وبالدين الذي ليس فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة، وأن يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق من العبادة، أن هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن كان صاحبه يريد أن يرضي الله وأن يتقرب إليه فهذا لا يرضي الله عز وجل. والاعتدال سبب للاستمرار على العمل، وأما التشدد فهو سبب للانقطاع وترك العمل. وخير العمل كما في الحديث أدومه وإن قل. فالتشدد سبب للانقطاع عن العمل، لأن الإنسان بشر والنفس تعجز مثل الراحلة، إذا أتعبتها كلت وعجزت عن السير، وإذا أعطيتها شيئا من الراحة فإنها تبلغ المقصود. أما الذي يشق على راحلته فهو منبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كذلك الذي يشدد على نفسه، النفس مثل الراحلة، إذا تعبت فإنها تسأم وتترك العمل، وهذا شيء مجرد. كثير من المتشددين ينقطعون وربما ينحرفون والعياذ بالله، كثير من المتشددين ينقطعون ولا يستمرون، ومنهم من ينحرف ويزيغ. فهذا هو الذي من أجله حرم التشدد والغلو. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالذي يريد الخير يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو خير قدوة عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الخلق لله عز وجل وأخشاهم لله عز وجل. وليس معنى خشية الله والخوف منه أنك تحمل نفسك ما يشق عليها، فإن الله لا يرضى بذلك، ولكن معنى خشية الله أن تتقي الله ما استطعت، فاتقوا الله
ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا حديث عظيم، حديث عظيم فيه حرص الصحابة على الخير والعبادة، وفيه أنهم يرجعون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنها، وهذا هو الواجب. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سنته هي الاعتدال بين الإفراط في العبادة والتفريط بها، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام، وكان يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، يصوم الأيام ويفطر الأيام، ولا يسرد، لا يسرد الصيام دائما ولا يفطر أبدا. فطريقته هي الوسطية والاعتدال. وفيه الإنكار على من أراد أن يحمل نفسه ما لا تطيق أو ما يشق عليه، فيه الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء مع أنهم يريدون الخير، ولكن إرادة الخير لا بد أن تكون موافقة ومتمشية على السنة. فلما كان من هؤلاء أنهم يريدون أن يحملوا أنفسهم ما لا تطيق، هذا مخالف للشرع، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإنكار عليهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، فهذا من باب الوعيد، ليس معناه أنهم يكفرون وأن الرسول بريء منهم، لكن هذا من أحاديث الوعيد، ليس مني من أحاديث الوعيد، وليس معناه أنهم يكفرون لو صاموا كل الدهر أو تركوا التزوج أو لا ينامون الليل، ليس معنى هذا أنهم يكفرون، ولكن معناه أنهم خرجوا عن الاعتدال إلى الغلو والتشدد، وهذا لا يجوز. ومناسبة سياق هذا الحديث في كتاب النكاح قوله وأتزوج النساء، ففيه أن التزوج بالنساء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن سنته صلى الله عليه وسلم التزوج وعدم التبتل وترك الزواج تقربا إلى الله، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. نعم، عثمان بن مضعون رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين،
أراد أن يتبتل، يعني ينقطع للعبادة. التبتل يطلق ويراد به الانقطاع للعبادة وترك أعمال الدنيا، ويطلق ويراد به قيام الليل. قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فالتبتل المراد به هنا ليس التبتل الذي أراده عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وإنما هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من قيام الليل على حد لا يصل إلى السهر في كل الليل، وإنما يصلي وينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالمراد بالتبتل هنا النوع الأول، وهو ترك تزوج النساء من أجل أن يتفرغ للعبادة، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابي الذي قال: أنا لا أتزوج النساء، ورد على عثمان بن مضعون ذلك أيضا، رد عليه أن يترك التزوج من أجل أن يتفرغ للعبادة، لأن الزواج أمر مطلوب وفيه فوائد عظيمة وفيه خير للبشرية، وإذا صحت نية العبد فيه فإنه عبادة. تزوج عبادة إذا قصد به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، وقصد به الإنجاب، إنجاب الذرية الصالحة، فهو عبادة. وتركه تقربا إلى الله ليس عبادة، هذا التبتل. ومنه سميت مريم البتول، لأنها لم تتزوج، بل وهبها الله الولد بدون زوج، سميت البتول. البتول هي التي لم تتزوج، والمتبتل هو الذي لا يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون هذا العمل ومنعه منه، دل على أنه لا يجوز ترك التزوج تقربا إلى الله، وإنما التقرب إلى الله بالتزوج بالنية الصالحة. قال: ولو أذن له لاختصينا، لو أذن له بالتبتل لاختصينا. والاختصاء هو قطع الخصيتين أو سل الخصيتين حتى لا يكون في الإنسان شهوة، فالخصي لا يكون فيه شهوة، ولا ينبت له شعر. ففي الخصيتين أسرار خلقية عظيمة، أعظمها أنها مركز الماء الذي منه يكون الجماع والإنجاب، فالخصي ليس فيه شهوة، لأنها زالت الأداة التي بواسطتها يحصل
الإنزال والإنجاب. والخصى في الآدميين محرم، لا يجوز خصى الآدميين، أما في البهائم فيجوز للحاجة إذا كان ذلك أطيب للحمها أو فيه علاج لها، لا بأس بخصى البهائم للحاجة، أما خصاء الآدميين فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم، أحسن الله إليك. فهذا الحديث فيه ما في الحديث الأول من منع التبتل، وهو مثل الذي قال أنا لا أتزوج النساء، ففيه منع التبتل والأمر بالتزوج، وأن ذلك لا يتنافى مع العبادة، بل إنه يعين على العبادة، الزواج يعين على العبادة، به يستقر النفس ويغض البصر، فيه مصالح عظيمة، ويحصن الفرج، فهو يعين على العبادة، التزوج يعين على العبادة. نعم. وفيه النهي عن خصاء الآدميين. نعم. قال المصنف: التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول. مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام يقال لها البتول لأنها لم تتزوج، أحصنت فرجها، اتخذت من دونهم حجابا، من دون الناس، وتفرغت للعبادة ولم تتزوج، لأن الله هيأها لأمر عظيم. وهذا فيه دليل على هذا، ليس فيه دليل على ترك الزواج، وإنما هذا خاص بمريم لأنها هيئت لأمر عظيم، وآية من آيات الله عز وجل، وهي أن الله خصها بهذه الكرامة العظيمة، أن الله وهب لها الولد من دون زوج، وجعله نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل. نعم، هذا خاص بها. نعم، أحسن الله إليك. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، مريم ابنتها عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذا خاصية لمريم عليه الصلاة والسلام مع ابنها رسول الله، عبد الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن. فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب
أريه بعض أهله بشر حيبة، قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال. نعم، من أوله. عن أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، أخت معاوية رضي الله عنهم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي ارتد في الحبشة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووكل النجاشي أن يعقد له عليها، فعقد عليها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوكالة عن الرسول، وأمهرها النجاشي من عنده رحمه الله، فصارت من أمهات المؤمنين ومن فضليات الصحابيات رضي الله عنه. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وهذا من العجائب. العادة أن المرأة ما ترغب أن زوجها يتزوج عليها، فكيف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فسألها: أتحبين ذلك؟ أن العادة أن المرأة ما تحب أن زوجها يتزوج عليها، أتحبين ذلك؟ قالت: نعم. أكمل. فقال: أتحبين ذلك؟ نعم. فقلت: نعم، لست لك بمخلية. فقلت، أي قالت أم حبيبة رضي الله عنها: نعم، أحب ذلك، لست لك بمخلية، يعني أنت لازم أنك تبي تزوج، أنا ما أخلو بك وأنفرد معك، أنت تريد أن تتزوج، وما دام أنك تريد أن تتزوج فخير من يشاركني في هذا الخير أختي. فهذا فيه محبة الخير للأقارب، محبة الخير للأقارب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. إن ذلك، أي التزوج بأختي أم حبيبة، لا يحل له. وهذا الحديث بداية لبيان المحرمات في النكاح، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه لما ذكر المحرمات، قال: وأن تجمعوا بين الأختين، فهي لا تحل له بكتاب الله عز وجل، وأن تجمعوا بين الأختين. فلماذا قالت رملة هذا والله جل وعلا يقول: وأن تجمعوا بين الأختين؟ أجيب عن ذلك بأحد أمرين: إما أنها لم تعلم بتحريم الجمع بين الأختين، وإما أنها علمت ولكن فهمت أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختين، وأن الجمع بين الأختين لغير النبي، ففهمت أنه يختص بالجمع بين الأختين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. نعم. قالت: فإنا نحدث. فهذا فيه أو شروع في بيان المحرمات في النكاح، وأولها الجمع بين الأختين، وهذا بنص القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، وبالسنة بقوله هنا: لا تحل لي. نعم. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟
قلت نعم، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. وهذا أيضا عرض آخر، أو أن وهذا أيضا إشكال آخر. تقول إنه إن حدثنا أنك تتزوج بنت أبي سلمة، تتزوج بنت أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة؟ قالت نعم، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن بنت الزوجة لا تحل لزوجها، قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فمن جملة المحرمات في النكاح الربائب، وهن بنات الزوجات اللاتي دخل عليها أمهاتهن، اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخل، فإذا عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أولادها مهما نزلنا، لأنها ربيبة. والربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، الربائب جمع ربيبة، سميت ربيبة من الرب وهو التربية، لأن زوج أمها يربيها، أو من الرب وهو الإصلاح لأنه يصلحها، والمعنى واحد، يربيها أو يصلحها المعنى واحد. قالوا وهذا وصف أغلبي لا مفهوم له، ما يلزم من تحريمها أن تكون في حجر زوج أمها، بل لو كانت في بيت آخر ما دام دخل بأمها فإنها تحرم، سواء كانت في بيته أو ليست في بيته. وإنما قوله اللاتي في حجوركم هذا وصف أغلبي، ويسمونه الوصف الكاشف الذي ليس له مفهوم. فبنت الزوجة تحرم مطلقا إذا دخل بأمها، سواء كانت ربيبة لها أو غير ربيبة، فهي محرمة عليه من جهتين: أولا أنها ربيبة، وثانيا أنها بنت أخيه من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. كيف كانت بنت أخيه من الرضاع؟ لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرضعت معه أبا سلمة، وأرضعت معه أبا سلمة، فصار أخوين من الرضاع. فبنت أبي سلمة بنت أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فهي تحرم لأمرين: الأمر الأول أنها ربيبة، والأمر الثاني أنها بنت أخيه من الرضاع. وثويبة كما شرحها عروة بن الزبير أنها كانت مولاة لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مملوكة لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبشرت أبا لهب بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقها مكافأة لها على البشارة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفعه ذلك بعد موته لأنه يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين،
ويرضع من أصبعه، يرضع من أصبعه ما يخفف عنه العذاب، كما أن ثويبة مولاته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كافر. والله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب. فهو في النار لكن يخفف عنه في يوم الاثنين فقط بسبب هذه الحسنة التي حصلت منه، وهذا خاص، وإلا فالكفار لا تنفعهم الأعمال يوم القيامة، لكن هذا خاص بأبي لهب. نعم. فهذا الحديث فيه بيان، هذا الحديث فيه بيان نوعين من المحرمات من النساء. الأولى أخت الزوجة، والثانية الربيبة، والثالثة بنت الأخ من الرضاع. يعني ثلاث محرمات: بنت الأخ من الرضاع، قوله صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. نعم. وهذا بيان نوعين من المحرمات في النكاح إضافة إلى ما سبق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، سواء من النسب أو من الرضاع، سواء من النسب أو من الرضاع. وهذا وردت به السنة ولم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها، هذا لم يرد في القرآن، وإنما ورد في السنة النبوية. وإلا فالله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما وراء، فمفهومه أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، مفهوم الآية أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأنه يدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن السنة خصصت الآية، فهذا من تخصيص القرآن للسنة، وهذا معروف عند الأصوليين، القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة. نعم. فالسنة خصصت القرآن في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: والحكمة في المنع، في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وأختها، ما هي الحكمة؟ قالوا: لئلا تحصل القطيعة بين الأرحام، لأن من عادة الضرائب التباغض بينهن والغيرة فيما بينهن، فهذا يحملهن على القطيعة، أن تبغض أختها، أن تبغض عمتها، أن تبغض خالتها، فلذلك منع من ذلك لئلا تحصل القطيعة بين ذوي الأرحام. نعم. أحسن الله إليك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، الشروط في النكاح، شروط جمع شرط، شروط جمع شرط، والمراد به ما يكون بين المتعاقدين من إلزام أحدهما الآخر شيئا له فيه منفعة بموجب العقد، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بموجب العقد شيئا له فيه منفعة، مثل ما مر بكم لما باع جابر رضي الله عنه جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرط حملانه إلى المدينة وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فجابر شرط على الرسول ما له فيه منفعة. فالشروط إذا كانت موافقة للكتاب والسنة يلزم العمل بها، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، فيلزم الوفاء بالشروط، ومنها الشروط في النكاح. فللمرأة أن تشترط على زوجها عند العقد شروطا، وهذه الشروط يجب على الزوج الوفاء بها، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج، هو أحق الشروط وأكدها. فهذا الحديث فيه أن الشروط في النكاح يجب العمل بها ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقد ذكروا أن الشروط في النكاح على 3 أقسام، أحدها أن يشترط مقتضى العقد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا شرط صحيح يجب الوفاء به وهو من مقتضى العقد ولو لم يشترط، لكن إذا اشترط فهو من باب التأكيد. فإذا كان الشرط في النكاح هو مقتضى العقد فيلزم الوفاء به. ثانيا أن يكون الشرط محرما يخالف كتاب الله، كأن تشترط أن يطلق زوجته، أن يطلق زوجته حتى تتزوج، خطبها وقالت ما يخالف لكن شرط أنك تطلق زوجك، هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، هذا فيه ضرر، فيه إضرار بالآخرين. فإذا شرطت عليها أن يطلق ضرتها ولا ما تتزوجه فهذا شرط باطل يبطل، ولكن النكاح صحيح، يبطل الشرط ولا يبطل النكاح. الثالث شرط فيه نفع للزوجة ولا يخالف مقتضى العقد ولا يكون فيه ضرر على أحد، كأن تشترط أن تبقى في بلدها، تشترط أن تبقى في بلدها أو في بيتها، أو تشترط ألا يسافر بها، هذه شرط صحيح لأن لها فيه منفعة ولا فيه ضرر على أحد، فيجب الوفاء به. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. كل الشروط الموافقة للكتاب والسنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء بها، ولكن الشروط في النكاح آكد، الوفاء بها آكد
لأنه بموجبها استحل فرج المرأة، هي ما سمحت له إلا في مقابل الشرط هذا، فهو استحل فرجها بموجب الشرط، فيجب عليه الوفاء به. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. نعم، وهذا أيضا من المحرمات في النكاح، نكاح الشغار. نعم، أكمل. أحسن الله إليك. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. ما هو الشغار؟ فسره الراوي الذي هو نافع مولى بن عمر، فسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته بلا مهر، تجعل امرأة بدل امرأة. هذا تفسير الشغار من الراوي، وإلا فالحديث عام نهى عن الشغار، نكاح الشغار. والشغار هو الخلو، الشغار هو الخلو، يقال مكان شاغر يعني خالي، هو الخلو. وتفسيره بعدم المهر هذا أحد أفراده، وإلا فهو أعم، وإلا فهو أعم. فالشغار إن كان على ما جاء في تفسير الراوي أن تجعل امرأة بدل امرأة من غير مهر لواحدة منهما، فهذا باطل بالإجماع، بإجماع أهل العلم. وأما إذا كان هناك مهر لكل واحدة منهما وليس فيه نقص على إحدى المرأتين، فهذا الجمهور على أنه لا بأس به، لأنه لا ضرر فيه على المرأة إذا رضيت ولها مهر مثلها، حتى ولو كان من باب البدل، يزوجني بنتك أو موليتك على أن أزوجك موليتي، وكل واحدة لها مهر مثلها مع رضاها، مع رضاها. فإذا رضيت المرأتان فالنكاح صحيح عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أيضا حتى ولو كان فيه مهر، لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة، مظنة الإضرار بالمرأة ولو كان فيه مهر، لأن وليها يسخرها لمصلحته هو، فيه نوع من الاستئثار، وأن وليها ما زوجها إلا لأجل مصلحته حتى ولو كان فيه مهر وتراضي منهما. ولعموم الحديث، لعموم الحديث نهى عن نكاح الشغار، وتفسير الراوي ليس حجة، فعموم الحديث يقتضي تحريم نكاح الشغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين أو ليس فيه مهر، لأنه مظنة الإضرار، مهما كان فيه من المهر فهو مظنة الإضرار، فلا يجعل زواج في مقابل زواج، لأن هذا لا يخلو من الإضرار وإخضاع المرأة لمصلحة زوجها. وهذا ما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكتب فيه رسالة، رسالة نكاح الشغار. نعم. فهو يختار أن الشغار لا يجوز مطلقا ولو كان فيه مهر، ولو كان فيه مهر. نعم. أحسن الله إليك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
وهذا أيضا من المحرمات في النكاح، وهو نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، بأن يتزوج امرأة لمدة شهر أو سنة ثم يرتفع العقد، هذا نكاح المتعة. وكان هذا جائزا في أول الإسلام، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه يوم خيبر، في غزوة خيبر، ثم أباحه يوم فتح مكة، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا، فهو أحل مرتين وحرم مرتين، والتحريمة الأخيرة إلى الأبد، لما في ذلك من المضار، فإن هذا زواج لا تتم فيه مصالح النكاح، وإنما هو لأجل الشهوة فقط، ولا يحصل به إعفاف المرأة من كل وجه، ولا يحصل به النفقة والسكنى للمرأة، وأيضاً الأولاد الذين يأتون لا يلحقون بأبيهم فيضيعون، فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح التحريمة الأخيرة المؤبدة، وهو مذهب الأمة عموما، إلا أهل الضلال وهم الشيعة يبيحون المتعة الآن، وهم مخالفون لإجماع الأمة، مخالفون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الأخير، آخر شيء فتح مكة، فهم مخالفون للنص والإجماع، وهو نكاح باطل سفاح، لأنه نسخ وانتهى، فهو سفاح من السفاح والعياذ بالله. نعم، وما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أباح نكاح المتعة، أولاً لم يثبت عنه ذلك، ثانياً لو ثبت فإنه تراجع عنه، روي عنه أنه تراجع عنه وصار مع الإجماع، فتم الإجماع ولله الحمد على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وأما لحوم الحمر الأهلية هذا في كتاب الأطعمة، هذا سيأتي في كتاب الأطعمة. الحمر الأهلية حرام لأنها رجس، كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنها رجس يعني نجسة. نعم، أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. يكفي، نقف عند هذا. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يشرع لمدرس القرآن في المدارس أن يبدأ بالحمد لله والثناء عليه، أم يكون ذلك لمن يدرس مسائل العلم فقط؟ ما في طيب، البداء بحمد الله والصلاة على رسول الله هذا أمر طيب في أمور الدنيا وأمور الدين، في أمور الدنيا وأمور الدين، إن المسلم يبدأ أموره الحمد لله بسم الله. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: لو أراد شخص أن يقوم ليلة كاملة في بعض الليالي، فهل في ذلك بأس؟ نعم، فيه بأس، هذا غير مشروع، ولو نذر أن يقوم ليلة كاملة فالنذر غير صحيح،
فيكفر عن يمينه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل في حديث النفر الذين قال بعضهم لا أكل اللحم دليل على أن صلاح النية لا يعني صلاح العمل، لأنهم أرادوا الخير ولكنهم أخطأوا؟ نعم، هذا صحيح، إنما يكفي صلاح النية مع مخالفة العمل. العبرة ما هي بالنية فقط، العبرة بمشروعية العمل. نعم. وإلا فكثير من أهل الضلال يريدون الخير، كثير من أهل الضلال والمتنطعة والغلاة والمتشددين يريدون الخير، لكن ليس لهم خير وليس لهم أجر. ولا تكفي النية، لابد من الاتباع، لابد من الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في الحديث ما بال أقوام، فهل يقال ما بال أقوام بعدم ذكر الأسماء على إطلاقها أيا كانت؟ هذا معروف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على خطأ وقع أنه لا يذكر الأسماء، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هذا من الحكمة، هذا من الحكمة في الدعوة، أنك تنبه على الخطأ ولا تذكر الأسماء في مجامع الناس وتشهر بالمخطئين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تزوج الربيبة بعد تطليق أمها؟ لا، تحرم إلى الأبد، الربيبة تحرم إلى الأبد، إذا دخل بأمها حرمت إلى الأبد، وهو محرم لها ولو طلق أمها ولو ماتت أمها هو محرم لها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك دليل على تخصيص أبي لهب بالتخفيف من العذاب؟ هذا الحديث، الله جل وعلا قال في الكفار: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذا أن أبا لهب نفعه ذلك فيكون مخصصا ومستثنى. نعم. أحسن الله. ولكن لاحظ أنه لم يخرجه من النار، ما أخرجه من النار، لكن حصل له نوع نفع فقط. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا شرطت المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها، فهل هذا شرط صحيح؟ أي نعم، لا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها فلها الخيار أن تبقى ولا تفسخ، هذا شرط صحيح، لأنها ما تريد المشاركة والضرة في ذلك، عليها ضرر ومضايقة، فلها أن تشترط هذا. لكن هذا لا يلزم الزوج ولا يمنعه من الزواج، يتزوج، فإذا تزوج فهي بالخيار، إن شاءت تبقى وإن شاءت تفسخ. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل في حديث أنس رضي الله عنه رد على الخوارج والمرجئة؟ من أي ناحية؟ فيه رد على الخوارج في الغلو، فيه رد على الخوارج، لأن الخوارج عندهم الغلو والتنطع، ففي هذا رد عليهم. أما المرجئة فلا يظهر لي أن فيه رد عليهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في هذه الأيام نلاحظ غلاء المهور، فهل من كلمة في ذلك؟ غلاء المهور هذا ما هو راجع إلى ضابط معين، المهور في كل وقت بحسبه، في كل وقت بحسبه، ولم يرد في الشرع تحديد المهور، وإنما ورد في الشرع الترغيب، الترغيب في تقليل المهر، لكن لم يرد تحديده. الذي ينبغي ويتأكد
تخفيف المهور. أما إننا نلزم الناس بحد معين فهذا لا دليل عليه، ولكن زيادة المهور نظر لاختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال والرخاء والغلاء ووفرة الأموال وقلة الأموال فهو أمر عرفي، لكن مع هذا ينبغي تخفيف المهور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز نكاح المسيار؟ نكاح المسيار هو من حيث الشروط، شروط النكاح الإيجاب والقبول والولي والشهود متوفرة به الشروط، لكن يفقد أشياء كثيرة. أولاً الإعلان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، وهذا النكاح سري ما يدرى عنه، فهو مخالف للسنة، مخالف للسنة، وربما يتهم اللي ما درى أنه متزوج من المرأة ويشوه يختلف إليها يتهمه، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لنفي هذه التهمة ودفعاً عن أعراض الناس أنهم يتهمون بالزنا، وربما أنه يحصل عليه ضرر، ربما يضرب أو يمسك، لأنه ما أعلن النكاح حتى يعرف أنه زوجها، فهو عرض نفسه للخطر في هذا الأمر. ثم هو يأتي على استحياء ويأتي مختفياً، ما هكذا النكاح، النكاح علانية ولله الحمد، ما فيه عقد شريف، ما فيه سرية واختفاء فهذه ناحية. الناحية الثالثة أن زواج المسيار ينزع سلطة الزوج على زوجته وقوامته عليها، وتصير حرة تذهب إلى أين شاءت ولا يدري عنها ولا يقوم عليها ولا يحفظها ولا يصونها، ففيه نزع لقوامة الزوج على زوجته وحمايته لفراشه، لأنه لا يدري عنها وين تذهب وين تروح وين، ما له سلطة عليه. والزواج ليس كذلك. رابعاً أو خامساً فيه ضياع الأولاد، لأن الأولاد لا ينشأون في بيته، وإن جابهم في بيته ما صار معهم أم، وإن خلاهم مع أمهم لم يكن له عليهم رقابة، ففيه مفاسد. زواج المسيار فيه مفاسد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز النكاح بنية الطلاق؟ هذا محل خلاف، والمتعة هي ما صرح به، الزواج إلى مدة شهر أو ما شرط في العقد أنه مؤقت، لكن بنية الطلاق هذا ما صرح به، وإنما هو شيء منوي في القلب، وقد اختلف العلماء فيه، منهم من أجازه نظراً لأنه لم يصرح بتوقيته، وإنما هذا شيء في نية الزوج، ومن العلماء من منع منه لأنه يشبه المتعة، لأنه يشبه المتعة، إلا أنه لم يصرح به، ولأنه خديعة. إذا لم تدري المرأة ولا وليها أنه يريد بس فقط أيام أو مدة إقامته في البلد، هذه خديعة، مزوجوه على أنه زوج لا يستمر، وهو يريد خلاف ذلك، فهذه خديعة وإضرار، إضرار بالنساء. أما ما يفعله كثير من الشباب اليوم، يسافرون وقت العطلة ويأخذون معهم فلوس ويلعب بالنساء، يتزوج الليلة ثلاثة وأربع، يطلع من ذي يدخل على ذي، وقصده الشهوة فقط،
فهذا من التلاعب بالنكاح، وهذا أمر لا يجيزه فيما أعلم لا يجيزه أحد من العلماء، تلاعب، تلاعب بالنكاح، يروح معه فلوس ويتزوج هذه ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق وكل ليلة عند واحدة، هذا أصبح شهواني فقط. والنكاح أشرف من هذا، أنه يجعل لمجرد البهيمية. نكاح عقد شريف يحترم وله آثار وله مقاصد. نعم، فهذا لا أظن أحد يقول بجوازه. اللي يروحون على هذه الصفة ما أظن أحد يوافقهم على هذا الشيء. نعم. ثم إن أيضا من سلبيات هذا العمل ضياع الأولاد. هل كل ليلة يتزوج وحده ويطاعها ويطلع للثاني؟ ما تحمل، ما يجيها أولاد، وين يروحون الأولاد؟ ولا يسأل عنهم ولا يدري عنهم. هذه بهيمية، هذا عمل بهيمي ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أشكل علي هل الإجماع على تحريم الشغار أم على تحريم بطلانه؟ لأن الشيخ تحريم بطلانه. كيف تحريم بطلانه؟ نعم. أشكل علي إيش؟ يقول: أشكل علي هل الإجماع على تحريم الشغار أم على تحريمه وبطلانه؟ نعم، على الجميع، على تحريمه وبطلانه. نكاح الشغار ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. نعم، هو محرم وباطل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم خصاء العبيد؟ ما حكم خصاء العبيد؟ لا يجوز خصاء الآدميين، لا يجوز لا العبيد ولا غيرهم، حرام. إنما هذا في البهائم للحاجة، وأما في غير البهائم فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسم الضال أو المبتدع للتحذير منه، وذلك بعد أن تغرر الناس به، فهل يجوز ذلك؟ في المجامع، في الجامع، في الخطب ما تسمي، لكن إذا كتبت رد على أحد تسميه، تقول قال فلان في كتابه الفلاني، لأنك لو ما سميته ولا ذكرت كتابها اللي هو ترد عليه، قال هو الناس وين المصدر وين لازم تبين هذا في الكتابة، لازم تبين هذا. أما الكلام العام في مجامع الناس فإنك تقول فعل بعض الناس كذا وكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: اليوم في إحدى المدارس استضافت المدرسة مدرب، وهذا المدرب يقوم ببعض الحركات الغريبة، منها رجل ينام على مسامير ويوضع فوقه بلاطة ثم تضرب هذه البلاطة بمرزبة كبيرة ولا يضره شيء، فلما سئل عن ذلك قال: إن العضلات مع التمرين تقوى. فهل هذا العمل صالح؟ هذا ساحر، هذا ساحر وشعوذة، هذا من الشعوذة والسحر، هذا لا يجوز، أو يجب أن هذا يمسك ويذهب به إلى الهيئة، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجري معه اللازم. ما يخلى يلعب على الناس وفي المدارس، على هذا ساحر، هذا من سحر القمرة والتخيل، لا يجوز هذا العمل. لو أجيب دبوس وأغرزه به ما استطاع أنه يصبر، لكن هو عامل حيل وعامل، أو أنه يستخدم الشياطين، يستخدم الجن والشياطين ويحولون بينه وبين الأشياء هذه، فهو مشعوذ ودجال، ولا يجوز إقراره على هذا. واللي يجيبه للمدرسة آثم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا عقد على الأم ولم يطأها فهل تحرم؟ ولم إيش؟ يقول: إذا عقد على الأم ولم يطأها. كيف يطأها؟ بالفتح.
نعم انطق بها صحيح. ولم يطها. ها؟ ولم يطها. يطأها بالجزم. نعم أحسن الله إليك. ولم يطأها. نعم. فما حكم البنت هنا؟ إذا إيش؟ يقول إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. الله جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا خلى بأمها حرمت عليه البنت، وطئها أو لم يطأها، الخلوة التي دخلتم بهن. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز الجمع بين المرأة وبين ابنة عمتها؟ أي وش المانع؟ ما في مانع بين المرأة وبنت عمها، بين المرأة وبنت عمتها، ما في مانع. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هل هو خاص بجميع الصحابة أم بالذين آمنوا قبل الفتح؟ خاص بجميع الصحابة. كيف يكون خاص بجميع الصحابة؟ يعني عام، قصده عام لجميع الصحابة. نعم لا تسبوا أصحابي هذا عام، فلا يجوز سب أحد من الصحابة، لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم بعد الفتح. كل من ثبتت صحبته فلا يجوز سبه. قوله لا تسبوا أصحابي. نعم أحسن الله. وكون سبب الحديث ما حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف هذا سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل ما هي أقوى الأسباب التي تعين على العمل بالعلم الكتاب والسنة؟ ما هي؟ يقول ما هي أقوى الأسباب التي تعين على العمل بالعلم الكتاب والسنة؟ ما هي أيش أقوى؟ يقول ما هي أقوى الأسباب أي التي تعين على العلم على العمل بالعلم الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة. هنا السؤال ركيك. أقوى الأسباب التي تعين على العلم والعمل إخلاص النية لله عز وجل، إخلاص النية لله عز وجل، والابتعاد عن الكسالى عن الكسالى والمخذلين، وأن تكون مع الطيبين ومع المحافظين ومع الراغبين في العبادة، تصاحب الطيبين وتبتعد عن الكسالى والذين لا يرغبون في العمل الصالح أو بكثرة العمل، تبتعد عنه، وتأكل الحلال أيضا، لأن أكل الحرام يكسل عن العمل، والأكل من الحلال يقوي على العمل. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، فأكل الطيبات يعين على العمل الصالح، وأكل الحرام يكسل عن العمل الصالح. نعم كذلك. يقول السائل ما هي أعظم الأسباب التي تعين على بر الوالدين وكذلك على تدبر كتاب الله عز وجل؟ الأسباب أن تعرفها، تعرف الأسباب اللي تعين على بر الوالدين، تقوى الله سبحانه وتعالى، ومطالعة الأدلة الدالة على الأجر والثواب في بر الوالدين، ومطالعة الأدلة الدالة على تحريم العقوق وعلى ما يكون على العاق من الإثم، فهذا مما يقويك على بر الوالدين. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل يقول أنا من رجال الأمن ولله الحمد، وسؤالي يقول هل يجوز لنا قتل هؤلاء الفئة التي قامت بالأعمال الإرهابية؟ وهناك من يقول هذه فتنة ولا يجوز قتلهم لأنهم مسلمين. هذا كلام باطل،
اللي يقول لا يجوز قتلهم هذا كلام باطل، وربما أنه منهم قام تعاطف معهم. الذي ما يندفع شره إلا بالقتل يقتل، إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون دفعا لشرهم. وله شرهم عليكم فقط، على رجال الأمن فقط، بل شرهم على المجتمع كله. فهؤلاء إذا قاوموا وشهروا السلاح فإنه يجب قتلهم. أما إن استسلموا ولم يشهروا السلاح واستسلموا فلا يجوز قتلهم، بل يقدمون للمحاكمة والنظر في أمرهم. لكن إذا شهروا السلاح فإنه يجب قتلهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وجاء في الصائل أنه إذا لم يندفع إلا في القتل فإنه يقتل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هؤلاء الذين يخذلون ويشجعون هؤلاء الخوارج ويدافعون عنهم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. إن كانوا جهالا يجب عليهم السكوت ولا يتكلمون بما لا يعلمون، وإن كان عندهم علم وخالفوا العلم فهم على خطر عظيم أن يشاركوهم في الإثم ويشاركوهم في، لأنهم إذا أثنوا عليهم ومدحوهم شاركوهم في الإثم ولو لم يشاركوهم في الفعل، شاركوهم في النية وبرروا فعلهم يكون حكمهم حكم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل يقول إنني بعد الغسل أحياناً ينزل مني مذي أو مني مع البول، فبعد صلاتي يظهر لي نزول المني. نعم. يقول إنني بعد الغسل أحياناً ينزل مني مذي أو مني مع البول، فبعد صلاتي يظهر لي نزول المني أو المذي، فهل يجب علي إعادة صلاتي حيث إنني لا أعلم متى نزل؟ هل هو في الصلاة أم بعدها؟ أخشى أن هذا من الوسواس. لكن إذا كان فعلا نزل منك شيء وعرفت أنه نزل في الصلاة فعليك الإعادة، أما إذا لم تعلم هل نزل متى نزل فالأصل أن الصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم ساعة الذهب وقلم الذهب وملعقة الذهب للمرأة؟ أما الساعة الذهب للمرأة فلا بأس، لأن هذا من الحلي الذي يلبس، وأما الملعقة والأدوات من الذهب والكيسان والأواني هذا حرام على الرجال والنساء، لا يجوز للمرأة ولا للرجل اتخاذ الأواني من الذهب أو الكيسان من الذهب أو الملاعق من الذهب، هذا حرام على الرجال والنساء. أما ما يلبس فيجوز للنساء لأنه من باب تحلي. يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.